سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وذلة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. اللهم ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم بك صلينا وبك ركعنا وبك سجدنا وبك ندعوك. يا ذا الجلال والإكرام، يا هادي يا رحمن يا رحيم، وفقنا ووفق جميع أولادنا وأحبابنا وجميع من أصانا وجميع من أسدنا وجميع أمت محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضى. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام، أصبحنا على كلمة الإخلاص، أصبحنا على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفة وما أنا من المشركين. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا ما لا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والمعاصي كلها. أسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعزته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد القرون المهتدين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا أبلغته. رواه البيهقي في شعب الإيمان. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في رواياته فرماتے ہیں کہ آقا مدنی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھے میرے قبر کے پاس حاضر ہو کر، میرے قبر پر پہنچ کر صلاۃ والسلام بھیجے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، جن الفاظ کے ساتھ بھی میرے قبر پر حاضر ہو کر صلاۃ والسلام پڑھتا ہے، سمعت ہو، میں اس کے صلاۃ والسلام کو سنتا ہوں، چاہے پڑھنے والا ایک ہو کہ سو ہو کہ ہزار ہو. اللہ نے آپ سب کو وہ روحانی قوت عطا فرمائی ہے کہ سب کے سلام کو ایک ساتھ سن سکتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے آپ کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے. ومن صلی علیہ نائیا ابلغته، اور جو شخص دور سے مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، جیسے ہم اس وقت دور ہیں، مدینہ پاک کے مبارک سرزمین میں نہیں ہے، روضہ مبارک پر حاضر نہیں ہے، دور سے ہم صلاۃ والسلام پڑھیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو جو بھی ایمان والا یہ درود شریف پڑھے، جہاں کہیں بھی ہو، جنگل میں ہو، پہاڑوں میں ہو، فضاؤں میں ہو، دریا میں ہو، خشکی میں ہو، تری میں ہو، گھر پر ہو، سفر میں ہو،
کہیں بھی ہو جب درود شریف پڑھتا ہے تو حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابلغتہ، وہ درود شریف مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ بار بار ہم سنتے ہیں کہ اللہ نے پورا نظام بنایا ہے، فرشتوں کی ایک جماعت گشت کرتی رہتی ہے، روز مبارک پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو اللہ کی قدرت سے تمام مخلوق کی آواز کو سنتا ہے، اور جو بھی صلاۃ السلام پیش کرتا ہے وہ فرشتہ نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالم اس امتی کا سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ ہمارا سلام بھی پیش فرما دے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ قبول فرمائے اور جمعہ کے مبارک دن کی برکت سے ہم کو کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے۔ امت میں بے شمار افراد آج بھی ہے، نہ معلوم کتنی تعداد میں وہ درود شریف جمعہ کی رات میں، دن میں اور دوسرے اوقات میں، دوسرے دل میں پڑھتے ہیں۔ اللہ المخلصین کے صدقے میں اور المحبین صادقین کے صدقے میں ہمیں بھی اس جماعت میں شامل فرما دے جو الذاکرین اللہ کثیر و الذاکرات ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والے ہوں۔ اللہ دل کی نورانیت عطا فرمائے، دل کے اندر اس کا نور داخل فرما کر اس کو ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رکھیں، اسی پر خاتم و بالخیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، السلام علی المرسلین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما زلت المقدر المقرب عندك، اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عني رضا لا تسقط بعده أبدا، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لغير الله منه جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمودا الذي بعث وجزه أن ما هو أهله وجزه أفضل ما جاز إلى نبينا من قومه ورسولا من أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم. صلوات الله وصلوات المؤمنين على سيدنا محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات والطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء. بسم الله التحيات لله والصلوات التحيات لله والصلوات التحيات الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء. التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لبهجتي. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله التحيات لله والصلوات لله الزاكيات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمدا رسول الله. التحيات الطيبات والصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات والصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات والصلوات لله. التحيات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيته وأصحابه وأنصاره
وأشياعه ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا قيام السماوات والأرض يا خالق الليل والنهار يا نور السماوات والأرض يا الله يا رحمن يا رحيم. صلى وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم افتح اخبار قلوبنا بذكرك واتم علينا نعمتك واسبق علينا من فضلك وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين الذاكرين الشاكرين المخبتين المخلصين الساجدين الراكعين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. وفقنا ووفق أولادنا ووفق جميع من أوصانا بالدعاء ووفق جميع من أحسن إلينا ووفق جميع أحبابنا ووفق جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخبتين الشاكرين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام واسجد لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من الماء البارد. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وحب عبادك الصالحين وحب عبادك الصالحين والصالحات. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخل أولادنا وأدخل أمهاتنا وأدخل أزواجنا وأدخل جميع من أوصانا بالدعاء وأدخل جميع من أحسن إلينا وأدخل جميع أحبابنا وأدخل جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا غياث المستغيثين أغثنا سهل يا إلهنا بكل صعب سيد الأبرار الساهل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم وجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والقسمة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا بلغته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من المعصوم المعلم
یا اللہ ہم سب کو حق معاف فرما، یا اللہ جمعہ کی برکتیں ہم سب کو پورے امت کو عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں، ہماری ماں بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، ہماری نسلوں کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، ہماری نسلوں کے اندر حفاظ قرآن، حفاظ حدیث، یا اللہ مفسر قرآن، داعی اللہ دعات، یا اللہ صالحین پیدا فرما، یا اللہ محدثین پیدا فرما، غوث قطب ابدال پیدا فرما، ہمارے نسلوں میں علم کا اور علم نافع کا سلسلہ جاری و ساری فرما، پوری امت کی نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ اے اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور آپ ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ رضی اللہ رب و الاسلام دین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول۔ اے اللہ، آپ ہی ہمارے ملجا و ماوا ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، آپ کے سوا کوئی ہمارے دلوں کو ہدایت دینے والا نہیں، آپ کے سوا ہمارے دلوں کے اندر سے جتنے بھی رذائل ہیں، جتنے بھی امراض قلبیہ ہیں، یا اللہ دلوں سے نکالنے والا اور دلوں کو پاک صاف کرنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں، یہ دل آپ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کی تربیت فرما دے، دلوں کا تزکیہ فرما دیجیے۔ یا اللہ، مرنے سے پہلے دلوں کو تمام قدرتوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے اور ہر قسم کے رضائل سے پاک صاف فرما، قلب سلیم عطا فرما، ہدایت یافتہ دل نصیب فرما، ہم کو حاضی و مہدی بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو حاضی و مہدی بنا دے، ہماری نسلوں کو یا اللہ حاضی و مہدی بنا، پوری امت کے اوپر رحم کا، کرم کا، فضل و عنایت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، ملجا و ماوا بن جائے امت پر جو حالات ہیں۔ یا اللہ، مدارس کے اوپر مکاتب قرآنیہ، یا اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، بڑی آپ کے مخلص بندوں نے یہ مدارس قائم فرمائے ہیں۔ یا اللہ، آپ کے مخلص مومنین بندوں نے، آپ کے بے انتہا محبین نے یہ مدارس اور یہ مکاتب اور یہ مساجد کا سلسلہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہے۔ یا اللہ، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد منورہ اور قبا میں نزول جلال کے بعد سب سے پہلے یا اللہ مسجدوں کی بنیادیں رکھی ہیں۔ یا اللہ، مسجد نبوی کی حفاظت فرما، علی صاحب الف المتشدد پر قرون قرون رحمت نازل فرما، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدق و ذکر سے پوری امت کے اوپر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ مسجد حرام کے بیت اللہ کی حفاظت فرما، اللہ وہاں عمرہ کو جاری فرما، طواف کو جاری فرما، حج مکمل طریقے سے ہو جائے اس سال اور ہمیشہ، یا اللہ یہ قائم و دائم رہے، اس کی شکل پیدا فرما۔ ہم کو بھی آپ کے گھر کی حاضری کی سعادت نصیب فرما، آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ریاکاری سے، یا اللہ، نیت میں فساد کے آنے سے، شہرت کے جذبے سے، یا اللہ، دنیا کے کسی مقصد سے عمل کرنے سے، یا اللہ، دنیا کو مقصد بنا کر، دنیا کی، یا اللہ، چیزوں کو مقصد بنا کر، دنیا کی عزت کو مقصد بنا کر عمل کرنے سے ہماری بری بری حفاظت فرما۔ صرف اور صرف محض صرف آپ کی ذات عالی کے لیے ہر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ، آپ عالم الغیب و شہادہ ہے، اس وقت سے پہلے آج تک ہماری اعمال کے اندر جتنی بھی ریاکاری پیدا ہوئی ہے، نیت میں فساد پیدا ہوا ہے، اے اللہ، اپنے رحمت سے نیت کے اس فساد کو، ریاکاری کو اور غلط جذبات کو معاف فرما کر ہمارے گزشتہ کے بھی تمام اعمال کو قبول فرما لیجیے، اور قیامت مرنے تک یا اللہ جتنے بھی اعمال کے آپ ہم کو توفیق دیں، صرف اور صرف آپ کو مقصود و مطلوب بنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مخلصین میں، مخبتین میں شامل فرما دیں۔ اے اللہ، اپنے کرم سے، اپنے رحمت سے امت کے حال پر رحم فرما، ہماری مساجد پر رحم فرما، یا اللہ، مساجد کے آباد ہونے کی غیب سے شکل پیدا فرما۔ یا اللہ، لوگوں کے دلوں کو، امت کے دلوں کو مسجدوں سے جوڑ دیجیے، مسجدوں کی محبت عطا فرما دیجیے، مدارس کی محبت عطا فرما دیجیے، علماء ربانیین کی محبت عطا فرما دیجیے، جتنے علماء یا اللہ اس زمانے کے اندر آپ کے رحمت میں پہنچے ہیں، بہت بڑی جماعت یا اللہ آپ کے رحمت میں پہنچی ہے، یا اللہ ان تمام کی بار بار مغفرت فرما، ان تمام کے اوپر رحمتوں کی بارش نازل فرما، اور امت کو یا اللہ یتیم نہ فرما، یا اللہ آپ کے مخلص علماء سے یتیم نہ فرما، صلحاء سے یتیم نہ فرما، یا اللہ صلحاء، علماء، مخلصین، دعات، مفسرین، محققین، محدثین پیدا فرما۔ یا اللہ، جو نوجوان علماء ہیں ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہمارے مدارس سے بہترین یا اللہ دین کی دعات پیدا فرما، محدثین پیدا فرما، یا اللہ صلحاء کی جماعت، ذاکرین کی جماعت پیدا فرما۔ اے اللہ، اخلاص عطا فرما دیجیے، ہمارے بچوں کو، نسلوں کو، سب کو اخلاص عطا فرما دیجیے، ہماری مسجدوں کے آباد ہونے کی جلدی سے جلدی شکل پیدا فرما دیجیے، مسجدوں میں سنت طریقے کے مطابق، مسنون طریقے کے مطابق تصویر صفور کے ساتھ جماعت شروع ہو جائے۔ اے اللہ، جلدی سے جلدی غیب سے اس کا انتظام فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بے شک یہ سب ہمارے گناہوں کے نتیجے میں ہے۔
یا اللہ میرے گناہوں کے نتیجے میں ہی یا اللہ مجھ کو اور امت کو پوری امت کو معاف فرما کر یا اللہ مسجدوں کے نظام کو بہتر سے بہتر بنا دیجئے، مدارس کے کھل جانے کی ہر جگہ مدارس کے کھلنے کی شکل پیدا فرما، مدارس کا فیض عام اور تام اور جاری فرما، مراکز اور یا اللہ جماعت تبلیغ، یا اللہ جو دینی کام کر رہے ہیں ان تمام کی مدد فرما، یا اللہ مدارس کی خانقاہوں کی مکاتب قرآن کی حفاظت فرما، یا اللہ جو بیمار چل رہے ہیں ہاسپٹل میں ہیں یا گھروں میں ہیں، یا اللہ جہاں بھی ہیں سب کو بیمار سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ جنہوں نے ہم سے خصوصاً دعاؤں کی درخواست کی ہے یا اللہ ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ دودھ بری مرکز کے شیخ الحدیث اعظم مسیح الدین صاحب، یا اللہ ان کو بھی مکمل شفا عطا فرما، ان کی صحت اور ان کو یا اللہ ان کے ذلِ عاطفت کو ہمارے امت کے سروں پر قائم و دائم فرما، اے اللہ یا اللہ یا اللہ آپ ہی رب ہیں، آپ ہی ہر چیز پر قادر مطلق ہیں، یا اللہ سب چیزیں آپ کی قدرت کے محتاج ہیں، ہم کو آپ پوری امت کو معاف فرما دیجئے، ہم کو آپ پوری امت کو آپ کے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، آپ کی نسبت سے یا اللہ جن جن امتیوں کو تکلیف پہنچائے گئے، جن جن امتیوں کے گھروں کو لوٹا گیا ہے، جن جن لوگوں کو یا اللہ اذیت پہنچائی ہے، ان سب کو صبر جمیل عطا فرما، اجر جزیل عطا فرما، یا اللہ ان تمام کی روزیوں میں بے انتہا برکت عطا فرما، امت کو اور ہم سب کو ہمارے بچوں کو حلال پاکیزہ برکت والی روزی عافیت اور سہولت کے ساتھ عطا فرما، مشقت اور ضیق و تنگی سے فقر و فاقے سے کفر و ارتداد سے یا اللہ کفر و ارتداد سے ہماری اور بچوں کی اور نسلوں کی بچیوں کی مردوں کی عورتوں کی یا اللہ ہر ایک کی حفاظت فرما، ایمان کے عظیم الشان نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما، ایمان کے نور سے امت کے ایک ایک فرض کو ان کے ایک ایک دل کو یا اللہ منور فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کی پوری امت کی اور ان کے نسلوں کی ایمان کی یا اللہ حفاظت فرما، ارتداد سے یا اللہ پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو اپنے خزانے سے گھر عطا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، ہم سب کو بھی آپ کے رزق حلال میں سے یا اللہ عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ آپ راضی ہو کر ہم سب کو یا اللہ حلال پاکیزہ برکت والی روزی وسط والی روزی عطا فرما، کسی کو محتاج بننے سے حفاظت فرما، اللہم انا نعوذ بک من ارض العمر، اللہم انا نعوذ بک من ارض العمر، یا اللہ قرب کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے دنیا اور آخرت کی ہر مشکل سے ہر فتنے سے حفاظت فرما، یا اللہ سکرات کو آسان فرما، اللہم اعنا علی غمرات الموت و سکرات الموت و شدائد الموت، یا اللہ موت کے وقت میں ہماری خصوصی مدد فرما، چہرے کو منور فرما، یا اللہ دل کو منور فرما، یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے سچی و پکی توبہ کی توفیق اور موت کے ہر وقت استحضار اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما، موت سے غفلت سے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما، غفلت والی زندگی سے ہماری ہمارے بچوں کی پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ جس کی جو حاجت ہے جنہوں نے ہم سے جو اپنی حاجت کے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن کا ہم پر حق ہے یا جو متمنی ہے، یا اللہ جو اچھے ہوں گے یا اللہ، یا اللہ حسن ظن والی نظر سے ہم کو دیکھتے ہیں، ان کے حسن ظن کے مطابق ہم کو بنا دیجئے، اللہم اجعل سریتی خیر من علانیتی واجعل علانیتی صالحتاً، اے اللہ مخلص بندوں میں شامل فرما دیجئے، اخلاص والی شکل پیدا فرما دیجئے، ہر عمل سے بس آپ کی ذات عالی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، پوری امت کے اوپر رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کے فیصلے فرما، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا اپنے شان کے مطابق عطا فرما، اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ واجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ واجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب من یقربنا الی حبک، اللہم اجعل حبک حبا الینا من الماء البارد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجزاء للمتقين اماما، رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، ربنا ارزقهم من دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولوالدي يوم يقوم الحساب، امين امين، اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعز المستعان عليك من الله ولا حول ولا قوة الا بالله، اللهم إنا نسألك، اللهم ادفع عنا الوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بشهدائنا والصالحين غير الخزايا والرهنزاء والمحدودين، آمين اللهم آمين.
سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.